انا عايز ابدا من البدايه. انت جاري كفر الشيخ جيران طنطا، بس انت ليك قصه مع طنطا هتقولها للناس دلوقتي. عايز افهم ايه اللي جابك من كفر الشيخ على النادي الاهلي؟ اتحركت ازاي؟ كان املك يعني، انا مثلا لعبت في نادي في زيوت طنطا مثلا، كلنا بدانا، لكن انت بجاري على النادي الاهلي. احكي لي القصه كانت عامله ازاي، قصه الكفاح الناس تحب تعرفها. والله انا اللي كنت محظوظ جدا ان انا كان عندي والدي طبعا، وعندي اخويا الكبير واخويا محمد، بس اخويا الكبير احمد اللي كان بيلعب في طنطا اللي هو حكايته هقولها ديت، هو اللي كان مؤمن بيا جدا من وانا صغير، من وانا عندي 8 سنين، وما ودانيش العب في اي حته ولا اختبر في اي مكان. هو من وانا صغير وحاطط في دماغه ان انا هلعب في الاهلي. كان بيلعب ايه؟ كان بيلعب صانع العاب. هو احسن مني بكتير يعني يا سلام. كمهاره والله، بس هو النصيب. فهو اللي كان مؤمن بيا من وانا صغير، وخدني من وانا صغير، قال لي تعالى اوديك الاهلي. انا ما كنتش مصدق ان وانت انا رايح 8 سنين وانا 8 سنين. كنت عارف؟ ما هو مش عارف لا، انا رايح عارف فين. قصة اهلي وعارف الحجم النادي كنت والامور دي شايفه كلها. حلم بس اللي هو مستحيل. وانت 8 سنين. انا اوصل ازاي من كفر الشيخ، بلد كبيره طبعا بالنسبه لي، بس نعم، بلد بعيده جدا عن القاهره، زي يعني ثلاث حالتنا كده. ساعات نعم. مستحيل. كنت بشوف التلفزيون الناس ديت بحس ان هم يعني حاجه تانية، بس الحمد لله رحت وربنا كرمني، واول اختبار اتقبلت كان مين؟ كان كابتن بدر رجب. بدر كابتن بدر رجب رجب على طول كابتن بدر بيسلم رجب عليك، كنت عنده النهارده بزوره في المستشفى، طبعا الحمد لله ربنا يشفيه ويعافيه، بيسلم عليك جدا. ربنا يشفيه يا رب. الراجل ده ليه فضل كبير عليا جدا. وكنت عايز اقول لحضرتك برضو ان انا الماتش انت خلي بالك على كل شيء انا هحط لك صور. ها، خليك معانا، ركز معانا، هات لك صور بس وراها. ماشي، يلا. القصه برضو حصلت في الموضوع ده ما حدش يعرفها برضو، ان انا اول ماتش اللي خلاني اتقيد في النادي كان ماتش قدام مدرسه الكوره بتاعتك انت. بتاعتنا والله. والله وقتها نهار كان ابيض، في مدرسه كوره، كان لازم امضيك ساعتها، كان زماننا دلوقتي عدينا يا عم. كان بتهزر ليه؟ مدرسه احمد شوبير كانت نعم. بتلعب الاهلي، وكان كنا كسب كانوا كاسبين الاهلي ساعتها 2-0، وانا كنت قعدت سنه كامله اختبارات، سنه كامله بروح يا نهار واجي ابيض. من كفر الشيخ للقاهره وكده، سنه كامله بروح واجي كل يوم، كل ومفيش يوم مفيش استراحه ومفيش وانت حاجه، عندك عشان 8 سنين عشان مش بتطلع من متقيد. كفر الشيخ لل كنت بروح 6 الصبح اتحرك واوصل مع بيتي اخوك الساعه، ولا مع مين؟ اخويا شويه، اختي شويه، اخويا محمد شويه، اختي التانيه شويه كده، يعني بيحاولوا لحد 9 سنين، بعد كده ابتديت اروح واجي لوحدي خلاص. وانت 9 سنين؟ 9 سنين خلاص. بجد؟ والله وانت عندك 9 سنين بتطلع من كفر بطلع الشيخ؟ من كفر الشيخ بقى، تاخد اركب بقى لا العربيه، احكي لي، لا احكي لي بتطلع ازاي، قول لي كده. بطلع من كفر الشيخ، انزل على الدائري، اخد عربيه السلام، ومن السلام اخد رابعه العدويه عشان توديني قدام النادي الاهلي. بعد كده اخلص التمرين بسرعه عشان في اتوبيس لو ما لحقتوش يا نهار ابيض مش هعرف اروح، اروح اخده واروح عبود واخد عربيه وارجع، يا دوبك اكل وانام واصحى تاني يوم ده اجي. التلفزيون ده اللي قدامنا على الشاشه ده، بص كده، بص كده وراك اهو قدامنا دي في النمسا. في النمسا. دي ده احنا بطولة كنا النمسا بدأنا بقى، ركبنا الطياره، خلينا الاول في القطر. بس فكان المشوار صعب جدا، بس الحمد لله كان اخواتي وكده واهلي كانوا مؤمنين بيا، والحمد لله بعد الماتش بتاع مدرسه مدرسة الكوره شوبير. اول مره اعرف المعلومه دي على فكره. والله ده حقيقه، اقسم بالله ده حقيقه، ان انا لعبت الماتش ده. انا قعدت سنه بختبر بعد الماتش ده بالظبط، هو الفرقه بتاعتنا كانت وحشه وما كانوش كانوا وحشين جدا، فهو كابتن بدر قال لي انزل، فانا نزلت جبت 3 اجوان، كسبت 3-2. ازاي مدرستنا تكسب الاهلي؟ حاجه غريبه جدا، ما ينفعش طبعا يعني. فبعد الماتش قال لي فين والدك او فين كده، قلت له، قال له خلاص خش يلا هيمضي وهو معانا في النادي ساعتها. ده كانت من احسن لحظات حياتي. قعدت بقى من 9 سنين لحد من 8 سنين لحد 20 سنه في النادي الاهلي. في النادي الاهلي 12 سنه. بس برضه انا عارف كان عندك مشاكل في اللعب والفرق اللي بيدمجوها على بعضها، وكانت ساعتها في بعض المطبات، مش كده؟ ايه اللي حصل؟ انا فضلت فريقي من 9 سنين لحد 13 سنه هداف، هداف فريقي. انت الهداف. هداف منور كان كهربا معايا. كنت انا على طول باخد الهداف، هو احسن لاعب او انا اخد احسن لاعب. كهربا. كهربا. كنت انا وهو مع بعض على طول بننافس بعض. هو متكهرب من زمان. وشريف دابو. في ناس كتير ما تعرفوش شريف دابو كان لعيب، لعيب جامد جدا. قوي. كنا احنا الثلاثه بننافس بعض، بس انا لحد 13 سنه، بعد كده مشوا فرقتنا كلها. اوبا. خلاص لغوا المرحله بتاعتنا ومشونا وكده، وانا خلاص همشي يعني. كان جسمي صغير جدا، كنت صغير ضعيف جدا، وكنت بلعب مهاجم. فطبعا هبتدي العب ملعب كبير ومش هلعب. لحد بقى ما خدوني وقعدوني، كان ساعتها كانوا جايبين مدرب الماني اسمه كولين حاجه زي كده، كان ماسك مدير القطاع، فهو قال لهم هو ده الوحيد الراجل الالماني. قالوا ده جسمه صغير، قال لهم هو هغير له البوزيشن بتاعه، العبه رقم 10 الراجل الالماني. فقعدت بقى من 13 سنه ل 16 سنه ما بلعبش خالص.
يا نهار ابيض، بروح اتمرن 3 سنين لا 4 سنين، من 13 ل 16 13 و14 و15 و16 بس قاعد في القاهره، وكنت قاعد بقى في الاستراحه. آه بس زمالي خلاص بقى في مكان نقعد فيه، بيلعبوا ماتشات وانا بتمرن وانت بس يعني. قبل كل ماتش بحضر لبسي وبمشي، هما بيروحوا يلعبوا وانا بحضر لبسي وامشي اروح البلد اقعد يومين. اكيد وانت بتعيط. كنت مكسور جامد، مكسور جامد. كان احمد حسن كوكا ساعتها كان موجود، كان يعني كان سنه كان 93، كان بيدعمني كتير وكده. بس فقعدت 4 سنين كانوا كتير جدا عليا ما بلعبش خالص، مفيش حد مؤمن بيا خالص خالص خالص، ولا بلعب. لدرجه ان كان في مدرب ما اقدرش اقول اسمه، كان عامل ماتش قدام منتخب سني، هم جايين عشان يشوفوا اللعيبه اللي هي في سنهم عشان الكويس ياخدوه معاهم بطوله افريقيا. مدرب في النادي الاهلي. لعب الفريق كلهم عدا انا، يعني بقول له حتى نزلني اشوف يشوفوني ممكن. قال لي لا مش هتلعب. لعب ناس اختبارات جايين النادي هيشوفهم وانت لا، وانا لا. في ساعتها ما قلتش امشي من النادي الاهلي بقى كفايه خلاص الدنيا قفلت. قلت ما هو ساعه ما قلت همشي جالي بقى طونه. جه بقى ايه بقى؟ ما انا خلاص همشي والسنه دي كان في مدرب قال لي خلاص انت مش معانا، اتريق عليا في التمرين في يوم كمان. في يوم وانا بتمرن مع الفرقه قال لي انت بتعمله في الملعب، هو ما بعملش حاجه بس هو عايز يضحك اللعيبه. والله فانا قلعت القميص واديته له، قلت له انا حاسس ان انا اكتر عليك انا همشي. قال لي خلاص امشي. قمت كمان والله اقسم بالله حصل. وفي لعيبه في سني يحكوا لك الموقف ده. نزلت لميت لبسي ومشيت وقعدت 4 شهور في البيت. مشيت روحت كفر الشيخ. مشيت روحت خلاص. حتى في اداري في النادي كلمني قال هات اللبس اللي انت خدته اللي استلمته. كمان اللي هو خلاص انت بره النادي. بعت لهم اللبس وقلت لهم خلاص ماشي انا ماشي خلاص. ده العلاقه اتقطعت خلاص. قعدت 4 شهور بتمرن لوحدي، اخويا موتني تمرين عشان في ناس من قطر جم شافوني وعايزين ياخدوني يجنسوني. ياه من بدري كده. واحد جه كان في الاهالي جايبين وكيل قطري يتفرج على اللعيبه عشان حد فيهم يطلع بره. كويس. قال لك لا انا لعبت 5 دقايق في الماتش، قال لك انا عايز الواد الصغير نزل ده. ازاي ده ما بيلعبش ده؟ قالوا لا احنا عايزين ده. المهم حضرت ورقي وكل حاجه، كابتن علي ماهر قام يكلمني. علي ماهر كل حاجه اتغيرت بقى. ظهر ازاي علي ماهر؟ علي ماهر مكتوب فيها تقرير وحش جدا. كان شافك؟ ما شافنيش. هو قال لك ايه اللعيب ده مكتوب فيه كده ليه؟ ده انا عايز اشوفه. اللي هو في دور من وحاشه التقرير. من وحاشه التقرير قال لك ده لا يصلح يلعب كره قدم ده. انا عايز اشوفه. اول ما شافنا انا جيت بقى اللعيبه نفسها. يعني لا احكي لي مين اللي كلمك في التليفون قال لك كابتن علي ماهر عايز يشوفك؟ الاداري. الاداري. كان عم عبد الله عيد. ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه يا رب. كلمني قلت له عم عبد الله انت بتتكلم بجد؟ ده في التليفون. انت بتتكلم اخويا بقول له بتتكلم بجد انت؟ هو عايزينه تاني؟ قال له راجل عايز يشوفه بعد كده اللي انتوا عايزينه. كان الكابتن علي مسك المرحله السنيه بتاعتك. مسك المرحله. لا المرحله الاكبر مني اللي انا بلعب فيها اللي هي اكبر مني بسنه. كويس. المهم جاء اول ما شافني قال لي يا ابني انت اللي انت الناس كاتبه فيك ان انت لعيب انت بتعمل ايه؟ قلت له ما اعملش حاجه انت كلمتني وجاي وانا اصلا محضر باسبور ومسافر قطر. نهار ابيض. فانا كده كده ماشي بس انا جيت عشان النادي الاهلي ما ينفعش يكلمني وما اجيش. كمان رغم كل اللي اتعمل فيك. انت اهلاوي اهلاوي. ما طبعا انا من 8 سنين بلعب في النادي. نعم. ما لعبتش غير في الاهلي في مصر. يعني وانا صغير مثلا اللعيبه مثلا اللي بتولد في طنطا بتولد في اسكندريه بيلعب في الاتحاد. نعم. حضرتك بتلعب في طنطا. أيوه. انا ما لعبتش في كفر الشيخ ولا لعبت في اي حته، لعبت في الاهلي على طول. وماشي ما لعبتش مصر. ما لعبتش غير في الاهلي في بس ما لعبتش في مصر غير في الاهلي. ما هو انت فاكر الحاجات دي؟ ايوه طبعا دي ايام كابتن علي بالظبط. ايام علي ماهر. فكره احنا معانا رساله من كابتن علي ماهر ليك هنزهلك بقى. راجل ليه فضل كبير عليا جدا عمري ما انساه. الواحد الناس اللي لها فضل عليه في حياته لو ما شكرهمش يبقى ما يشكرش ربنا. ربنا فربنا يا رب يخليهم لي. بس انا هكمل الجمله، انت ما لعبتش غير في الاهلي في مصر ومش هتلعب غير في الاهلي في مصر؟ طبعا العب فين؟ اللي شاف اللي لعب في الاهلي مش هيعرف يلعب في حته ثانيه غير الاهلي بجد. ده مش كلام تلفزيون ولا حاجه. احنا في عالم احتراف. وانا الحمد لله مش محتاج ان انا اتكلم على ان انا اجمل كلام ولا اي حاجه عن النادي ولا اي حاجه عشان النادي مش محتاج ان حد يتكلم عليه اصلا كلام كويس. بس انا بره انا شايل اسم النادي طبعا. يعني انا اي حاجه انا بشرب كوبايه الميه وبفكر عشان انا مصري وجاي من النادي الاهلي. فانا بخلي بالي من كل حاجه. فانا ما لعبتش غير في الاهلي بس. تمام. نكمل. بس نزلك الملعب. نزلني الملعب قال لي اقعد معايا 10 ايام اكنك بتعمل تاهيل عشان ايه تروح. لو انت عايز تروح قطر روح. 5 ايام بالظبط وقفل عليا باب وقال لي هتمضي انت ماشي من النادي. قلت له امضي فين؟ قال لي هتمضي فئه ثالثه. فئه ثالثه. لا يا راجل فئه ثالثه يعني اقل حاجه. فانا ما كنتش موافق. ما كنتش موافق. انا كنت كاره ان انا اكمل مع الفرقه دي بالذات اللعيبه كلها كانت بتعمل عشان اللي حصل من المدرب وعشان الواد كانوا بيضحكوا عليك. اقسم بالله اللعيبه كانت بتبعد معاهم يطلع بره. ياه اقسم بالله
انت قاعد معانا، انت مالكش لازمه في النادي. اللعيبه دول ما حتى الان بيكلموني انا، مش عايز اقول انا بعمل ايه، بس انا بقول لك اللعيبه دي كانت بتقول اطلع بره، ما تقعدش معانا، مالكش مكان معانا، قلت ايه للكابتن علي؟ قلت له لا مش هقعد. فكلمت اخويا قال لي انت لسه بتفكر؟ قلت له ازاي انا يعني اللي حصل فيا ده كله هقعد؟ قال لي اقعد وسيبها على ربنا ان شاء الله، ايه فرصتك هتيجي. بالظبط قعدت شهر وبقيت فيها اولى،